7500 طالب جامعي هو عدد طالب السكن الجامعي لهذه السنة، فيما بلغت طاقة لواء الجملية 6658 طالب. ولأن نجح الديوان نسبيا حسب الجهات الرسمية في فض أزمة الإيواء في بعض الولايات، لكنه عجز عن حل هذا الإشكال في ولاية صفاقس. التقديرات اللي جاتنا من ديوان الخدمات الجامعية تفوق تقارب 800، 750 770، وهذا حتمته يعني نسبة نجاح في البكالوريا وتوجيه العديد الطالبات إلى جهة صفاقس، وهذا ما يحتم علينا أنه نلتجيه إلى إضافة سرير ثالث في الغرفة اللي هي كانت في العادة هي غرفة تهز زوز أسرة زوز طالبات. ظروف أقل ما يقال عنها أنها قاسية، ومشاكل اشتكى منها العديد من الطلبة والأولياء وكذلك المسؤولين على حد سواء. ما احنا كنا نخدموا به، معناها معنا سنوات نخدموا به، عملنا حصلنا جبنا جراري رصار، جبنا رصار ما نجمناش، ما عندناش كمية كافية، سكرنا المبيت اللي مغادي رجلناه، المبيت هذا نبرمجوا فيه، جينا جراري جراري مثلا ما سخين، ما تشوف بيت كما هيك تلقى جراري معناها اللي ما حتى ريحتهم ما تنجمش، ولا تشوف شو اسمه التواليتات نتاع تغزر هذيك ريحتها تقتل، لا فما لا جراري لا الباب يتسكر لا فما شبابك، ما فهمتش كي نرقد فوق هذيك نقوم غدا محمل ما نقومش مريضه مش نورمال. خاطر جراري الرسور عندهم قالوا ما نجموش نعطوهم، تو فهمتني هذوك ما تابعين للمدير. شنو معناها تابعين للمدير؟ البلوك الاول في حوالي 380 تمكنا عم نول بمساعده الاداره العامه لديوان الخدمه الجامعيه انه نبدلوا الجراري الكل، بدلنا حوالي 380 جرايه، بدلناهم جراري الرسور، كانوا جراري عاديين موس، بدلناهم جراري الرسور دونك من طريق من الطراز الرفيع. المرحله الثانيه باش تتم السنة معناها في الأشهر القادمة أن نبدلوا جراري الأخرين اللي موجودين في الجناح الثاني جناح باء، نبدلوهم بالجراري روسور. ما تعطيهم ليش بالوجوه ولا بالمعارف ولا واحد ها ولا وي، لا تعرفني لا نعرفك، أنا جايك من بنزرت فهمتني، أعطيهم جينا احنا الأربع كعبات هذوما ابدأ بيهم هذوك ما وفاهم ومن بعد ترجع لهذوما. تجيلي هنا وتهز جريتها وتطلع للبيت تلقى البيت الكازيه مكسر الفرش مكسر فهمتني، والخدامه اش قال هو قاعدين فهمتوا، احنا وحدنا نطلعوا فهمتي جريه ويليتها جريه هي فهمتني، كلها ريحه حشاك ماهيش نتاع واحد باش يرقد عليها، هذه نتاع اللي باش يتلوحوا فهمت. تعطيكم خلصين من البريفي بقداش؟ طالبات اخترن حل الكراء تجنبا لصعوبة العيش داخل المبيت ولعدم إمكانية السكن لمدة 3 سنوات متتالية. عندنا 3 زون لهنا، 3 زيم اني في الدروا، ولي تاتيك مش باش يعطي خاطر باش يسكنوا طلبه اخرين من 5 اوت لهنا، دونك كرينا البر بجنب الفاك. عملت عامين فويي وتو كاري استوديو قدام الفاك. هو اللي ما عندوش معناها ما يقدرش وكل اموره الاجتماعيه سافا با يعمل اسعاف سكن، اما بالنسبه لاباس عليه يسكن برا خير. كما تعرف اللي تاتيك يبدا يتعب شويه. ازمه السكن الجامعي ليست إلا واحدة من عديد المشاكل التي يعاني منها الطلبة مع كل مطلع سنة جامعية جديدة من نقل جامعي وأكلة جامعية ونشاط ثقافي.